بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية، إن شاء الله النهاردة المحاضرة هنكمل المحاضرة رقم 11 بارت 1، هنكمل مع بعض شابتر 6 في الجزء الأولاني النهاردة اللي هو كان بعنوان Household Behavior and Consumer Choice، واللي اتكلمنا فيه عن اليوتيليتي أو المنفعة في المحاضرة، يعني في المحاضرة اللي فاتت سواء بارت 1 أو بارت 2، اللي اتكلمنا فيه عن اليوتيليتي والتوتال يوتيليتي والمارجنال يوتيليتي، وبعد كده اتكلمنا عن ازاي الكونسيومر هيعمل ماكسمايزنج او يقدر ان هو يعمل ماكسمايزنج للساتسفاكشن بتاعته، وقلنا لازم ده ان احنا ندرس يعني في ثلاث حاجات بتتاثر بيهم عمليه الاشباع وتحقيق اقصى اشباع بالنسبه للكونسيومر، وقلنا بيتوقف على الانكوم بتاعه، بيتوقف على البرايس بتاع الجودز، وبيتوقف على البريفرنسز بتاعته او التفضيلات. وخدنا البادجت لاين وبدانا نتعرف عن ايه هو البادجت لاين، وقلنا البادجت لاين في ظل وجود انكم محدد وفي ظل وجود برايس سعر للسلع محدد، نقدر نقول ان ممكن بالدخل بتاعك ده وفي ظل يعني وجود سعر للسلعتين معينين تقدر ان انت تشتري بنفس الدخل اكتر من كومبينيشن، اكتر من خليط او مركب من السلعتين ايه اكس وايه واي. يعني ممكن تشتري بالدخل بتاعك 5 من اكس و3 من واي، 4 من اكس و2 من واي، وهكذا يعني. تمام، واتكلمنا وخدنا عليها امثله وشفنا ازاي الامثله، ممكن شفت ازاي ده بيجي في الامتحان. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن البادجت لاين، وقلنا ان في حاجه تانية اسمها الانديفرنس كيرف او منحنيات او منحنى السواد. تعالوا نشوف مع بعض احنا كل ده، احنا عايزين نشوفه الكونسيومر ازاي يقدر يعمل عمليه ماكسمايزنج او تعظيم للساتسفاكشن للاشباع، او يقدر يعمل عمليه تعظيم لليوتيليتي بتاعته وللمنفعه بتاعته. وعايزين نوصل في الاخر للاوبتيمال كونسيومر تشويس، عايزين نشوفه ايه هو الاختيار الامثل بالنسبه للمستهلك. فعشان كده احنا اتعرفنا المره اللي فاتت على البادجت لاين. البادجت لاين هو بيعكس لي العلاقه ما بين يعني البادجت لاين بيوضح لي الانكم الدخل، وبيوضح لي البرايس بتاعت السلع. انما فاضل لي دلوقتي تفضيلات المستهلك اللي بيعكس لي التفضيلات بتاعت المستهلك. فزي ما بنقول كده ان البادجت لاين بيعبر عن كومبينيشنز معينه عند دخل محدد سعر معين للسلع، فاضل التفضيلات، وده اللي بيعكسها النهارده اللي هنبدا فيه، وهو الانديفرنس كيرف او منحنيات السواد. لو نشوف كده الديفينيشن بتاع الانديفرنس كيرف عشان نقدر نشوف الجراف من خلال اكزامبل معين، بنقول ان ذا انديفرنس كيرف شوز اول كومبينيشنز اوف ذا تو جودز ذات ار ايكولي desirable to the consumer that given to consumer the same satisfaction. يعني ايه؟ يعني منحنى السواء ده بيوضح لي تركيبات معينة او خليط معين من سلعتين، ولكن الخليط ده بيدي المستهلك نفس مستوى الاشباع، تمام، وبيكون مرغوب، يعني يعني الرغبة فيه بتكون متساوية. يعني انا مثلا ممكن عندي سلع واي وسلع اكس، لو انا استخدمت من واي 5 وحدات واستخدمت من اكس 3 وحدات، فانا عايز اقول ان ده بيديني نفس ايه؟ نفس ذا سيم ساتسفاكشن، بيدي للمستهلك للكونسيومر نفس مستوى الاشباع. لو استهلك مثلا 4 من واي واستهلك 4 من اكس هو لو استهلك مثلا 2 من واي واستهلك 5 من اكس مثلا. يعني انا عايز اقول هنا ايه؟ ان هنا انا ماليش علاقه بالانكم بتاعك، انا ليه علاقه بالايه؟ بالاشباع بتاعك، بالشيء المرغوب بالنسبه لك. فانا هنا عايز اقول ان الانديفرنس كيرف ده بيعكس لي ايه؟ بيعكس لي خليط وتركيبات معينه من سلعتين، تمام، بتكون بالنسبة للمستهلك
مرغوبة بشكل متساوي، يعني عنده رغبة متساوية فيها. ليه؟ لأن هي بتديله نفس مستوى الإشباع. يعني أنا لو خدت 5 من واي و3 من إكس، هي نفس الإشباع من 4 من واي و4 من إكس، هي نفس مستوى الإشباع من 2 من واي مثلا و5 من إكس. ولو عايزين نوضح، يبقى معنى كده إن هو عبارة عن، واضح من الكلام إن هو ملوش علاقة بالإنكم، ملوش علاقة بالبرايس بتاع السلع، تمام؟ هو ليه علاقة بتفضيلاتك أنت أو كمستهلك بتفضل إيه أو عندك رغبة في إيه. فندي عليها إكزامبل كده. يعني مثلا لو بصيت على الإكزامبل ده، سبوز ذات فور كومبينيشنز أوف تو جودز إكس أند واي ذات جيفن تو كونسيومر ذا سيم ساتسفاكشن. هنفترض إن أنا عندي أربع تركيبات معينه بالنسبه للسلع اكس والسلع واي، وبتدي المستهلك نفس مستوى الاشباع. فاهو مثال اهو، مثلا بيقول لك ايه الكومبينيشن اي واي 6 اكس 1 بي 3 2 سي 2 3 دي 1.54. هنا هو عايز يقول ان لو انت استهلكت من واي 6 او من اكس 1 هي بيديك نفس مستوى الاشباع. لو انت استهلكت من واي 3 ومن اكس 2 هو نفس مستوى الاشباع. لو انت استهلكت من سي 2 ومن اكس 3، ولو استهلكت من واي 1.5 واستهلكت من اكس 4. يعني انا لو استهلكت 6 و1 هو نفس مستوى الاشباع، 3 و2 هو نفس الاشباع، وهكذا. فلما انا اقدر ان انا ارسم الكيرف بتاع ده ازاي؟ واضح كده لما نيجي نبص هنا على الجراف اللي قدامي. عندي على الفيرتيكال حطيت السلع واي، على الهوريزونتال حطيت السلع اكس، وبدات ان انا ارسم الرسمه بتاعت الانديفرنس كيرف ازاي. بحدد النقطه ايه، لو ابص عند النقطه ايه هلاقي ان النقطه ايه قصاد الكميه 6 من واي وقصاد الكميه 1 من اكس. يبقى هنا ايه بتعبر عن كومبينيشن معين، ان انا لو استهلكت سلعه من واي وواحد من ايه 6 وحدات من واي وواحده من اكس، هي نفس مستوى الاشباع لو انا استهلكت 3 من واي و2 من اكس، وده اللي بيعبر عنها النقطه بي. يبقى هلاقي ان النقطة B مثلا قصاد 3 واي 2 اكس، هلاقي النقطة C قصاد 2 واي و3 اكس، هلاقي ان النقطة E هي المفروض A B C D، هي النقطة E دي اللي هي D، هلاقي ان D قصاد 1.5 من واي وقصاد 4 من اكس. لما اجي اوصل A و B و C و E، ده بيديني حاجه اسمها الانديفرنس كيرف. لما اوصلهم ببعض وبيكون بالشكل اللي قدامي ده، الانديفرنس كيرف اي بي سي اي. خد بالك ملاحظات معينه عشان الترو فولس في الامتحان، الملاحظات اللي انا بقولها. اولا بالنسبه للنقط اي وبي وسي واي، هي بتديني ديفرنت كومبينيشنز، خلايط مختلفه او خليط مختلف من سلعتين اكس وواي، لكن دول ليهم ذا سيم ساتسفاكشن، ليهم نفس الايه، ليهم نفس مستوى الاشباع. وبالنسبه للمستهلك النقطه A وB وC وE اللي قدامنا دول، بالنسبه للمستهلك هم ايكوال بريفيرد او متساويين بالنسبه للتفضيلات عنده. طيب الملحوظة برضو، هل المستهلك هو ليه الديفرنس كيرف واحد؟ لا طبعا، هو احنا لينا الشخص او الكونسيومر ليه اكتر من منحنى سواء. يعني بيبقى في منحنيات السواء دي بتبقى متدرجة فوق بعض، يعني عاملة بالظبط زي درجات السلم. وكل ما اتنقلت من الديفرنس كيرف للديفرنس كيرف اعلى منه، تمام، فده معناها ان الساتسفاكشن بتاعك بيحصل له انكريز، ان انا هنا الليفل بتاع الساتسفاكشن مستوى الاشباع بتاعي بيبقى اعلى وبيزيد. يعني كلما ان انا اتنقلت من بوينت على الديفرنس كيرف لبوينت على اناظر انديفرنس كيرف لكن اباف انديفرنس كيرف، منحنى سواء اعلى، فده معناها ان الساتسفاكشن او ان الاشباع بتاعي ان هاير ساتسفاكشن، يعني انا عندي مستوى اشباع اعلى تو ذا كونسيومر للمستهلك. يبقى خد بالك ان انا لما بتنقل من نقطه لنقطه على منحنى سواء اعلى، ده بيديني جيف هاير ساتسفاكشن تو ذا كونسيومر، بيدي مستوى اشباع اعلى للمستهلك. برضو هنا هتلاحظ حاجه على الجراف اللي قدامك، ان انا لما بتنقل من نقطه A كنت بستهلك 6 من واي بستهلك 1 من اكس،
لما عشان اكسب وحده زياده من اكس، عشان ازود اكس من 1 ل 2، انا لازم ان انا اعمل ايه؟ ساكرفايز، ان انا اضحي بكام وحده من واي. بص بقى، نزلت من A ل B ضحيت بثلاث وحدات من واي، يبقى انا ضحيت بثلاث وحدات من واي عشان اكسب واحده من اكس. يبقى خد بالك ان انا عشان ازود اكس لازم اقلل واي. طب بص، لما اروح من بي لسي، لما بروح من بي لسي عشان ازود اكس من 2 ل 3، يعني عشان ازود اكس واحده، عشان ازود اكس واحده من 2 ل 3، ضحيت برضو بواي، فاضطريت ان انا ساكرفايز من واي، ان انا اقلل استهلاكي من واي من كام لكام؟ من 3 ل 2. يبقى انا هنا عشان اكسب وحده ضحيت بوحده. بس خد بالك بقى اللي قبليها ايه؟ عشان اكسب اللي هي عن من لو لما بتنقل من ايه من ايه لبي، عشان اكسب وحده ضحيت من اكس ضحيت بثلاثه من واي. من بي لسي عشان اكسب وحده من اكس ضحيت بوحده من واي. يبقى واضح ان انا هنا عشان اكسب لازم اضحي، بس واضح ان انا بضحي باقل، كل ما بعوز اكسب اكتر. يعني عشان اكسب وحده ضحيت بثلاثه، عشان اكسب وحده ضحيت بواحده. طب يلا بينا من سي لاي، من سي لاي على الجراف، يعني اللي هي المفروض النقطه اي دي اللي هي النقطه دي، يعني المفروض في الكومبينيشن اللي قدامي، ان انا عشان ازود اكس من 3 ل 4 عشان اكسب 1 يونت من اكس، محتاج ان انا اضحي من 2 ل 1.5، يعني محتاج ان انا اضحي ب 0.5 بنص وحده من واي. يبقى هنا ده اقدر اقول ان في هنا كذا تفسير، وتحطهم كده في دماغك كويس جدا. تمام، ان اول حاجه ان الانديفرنس كيرف هو يعتبر بالنسبه لي نيجاتيف سلوب، يعني الميل بتاعه هو ميل سالب. تاني حاجة ممكن نقول عليه ان هو داون وورد سلوب، يعني برضه منحنى، يعتبر منحنى من اعلى لاسفل. تمام، يبقى هو منحنى الميل بتاعه سالب ومنحنى من اعلى لاسفل، والشكل اللي قدامي ده. وليه سالب؟ لان هو بيعكس علاقة ان انا عشان ازود اكس لازم ان انا اقلل من مين؟ اقلل من واي. ده اولا. طيب يبقى معنى كده ان ادي ليفل اوف ساتسفاكشن از كونستانت، بافتراض ان انا عندي مستوى، يعني هنفترض ان مستوى الاشباع على نفس مستوى الاشباع او على نفس along the same indifference curve، على نفس المنحنى السواء. having more of one good require having less of the other good، يعني عشان ان انا اكتسب او ان انا اكسب اكتر من سلعة معينة، محتاج ان انا او وحدات من سلعة معينة، محتاج ان انا اضحي بوحدات اكتر او امتلك وحدات اقل من السلعة الاخرى. يعني انا عشان امتلك اكس واحدة من اكس بضحي باكتر من واي، وان انا عشان ان انا اكسب من سلعة او ازود حصلت من سلعة معينة، لازم ان انا تبقى حصلت من السلعة التانية مالها لازم تكون اقل. يبقى هو ليه سالب الميل؟ لان انا عشان ازود اكس لازم ان انا اضحي بمين؟ اضحي بواي. برضو الملحوظة اللي معانا تاني، ان انا زي ما بقولت كده، ان انا هنا عشان اكسب واحد بضحي بتلاتة. طب عايز اكسب واحد كمان، فبتضحي بواحد. عشان اكسب واحد كمان بضحي بنص، لان اللي انت بتضحي بيه بقى بالنسبة لك عزيز وغالي اكتر. يعني انا دلوقتي عايز ازود اكس، فاكس ما عنديش غير واحد، فعايزها تبقى اتنين، فبالنسبه لي اكس دلوقتي هي الغاليه، فعندي استعداد ان اضحي بوحدات اكتر من واي عشان اكسب اكس. طب عايز ازود كمان من اكس او واحده كمان، يقول لك ضحي من واي لكن باقل، لان بقت واي بدات وحداتها بالنسبه لي تقل، وهكذا. فعشان كده ده بيعكس لي برضو حاجه اسمها ديمنشنج مارجنال ريت سبستيتيوشن. يعني ايه؟ يعني بيعكس لي حاجه اسمها زي ما قلناها قبل كده، لو نفتكر الديمنشن يوتيليتي اللي هي تناقص المارجنال يوتيليتي. برضو هنا هنشوف ان ده بيعكس لي حاجه بعد شويه هنشوفها اسمها ديمنشنج مارجنال ريت سبستيتيوشن، اللي هو بيعكس لي حاجه اسمها تناقص المنفعه، التناقص المعدل الحدي للإحلال، حاجة اسمها المعدل الحدي للإحلال. وهي المقصود بكلمة تناقص المعدل الحدي للإحلال أو Diminishing Marginal Rate Substitution، أو هو المقصود به إن أنا عشان أكسب وحدة زيادة من X لازم أضحي بوحدات بضحي بوحدات من Y، ولكن كل على يعني ولكن بضحي بوحدات أقل فأقل فأقل عشان أكسب من مين؟ من X. يمكن هيبان الكلام ده أكتر بـ
بالتفصيل بعد. طيب تعالى كده، ادي اهو البايز على الكيرف بما زي ساتش اي وبي وسي ار اي كريب بريفيرد بالنسبه لي جيف سيم ساتسفاكشن بوينت اون ذا هاير، اي نقطه اعلى من الاندفرنس كيرف بتاعك ككونسيومر بتعتبر اي نقطه فوق، فما فوق الاندفرنس كيرف دي بتديك هاير ساتسفاكشن تو ذا كونسيومر، ولكن اللي بتكون تحت الكيرف يعني على منحنى سواء اقل فهي ما بتدكش منحنى، ما بتدكش مستوى اشباع اعلى، بتديك مستوى اشباع اقل. وزي ما واضح هنا على الجراف اللي قدامي ان تعتبر الكومبينيشن اي از بريفير تو كومبينيشن دي، يعني بالنسبه لي اي افضل من دي لان اي على الديفرنس كيرف اعلى من الدي، لان الاي سي 3 ده اعلى من الاي سي 2 من الاي سي 2. طيب السلوب اوف انديفرنس كيرف، الميل بتاع منحنى السواز، سلوب اوف ديفرنس كيرف از ذا مارجنال ريت اوف سبستيتيوشن اللي احنا بنرمز له بالرمز ام ار اس. يبقى خد بالك دي واكتبها عندك ملحوظه، ميل منحنى السواز ميل الانديفرنس كيرف بنقول عليه مارجنال ريت اوف سبستيتيوشن، يعني بنقول عليه المعدل الحدي للاحلال. يبقى المعدل الحدي للاحلال هو ده بيقولوا عليه، هو ده السلوب بتاع الاندفرنس كيرف. وده ايه هو المقصود؟ معدل حد الاحلال which measure the بيقيس what must be given up from one good to get additional unit of the other good in order to keep satisfaction constant. بيقول لك ان معدل الحد الاحلال بيقيس انت محتاج عشان تحصل على وحدة زيادة من سلعة معينة محتاج ان انت تضحي بكام وحدة من سلعة اخرى، ده اسمه المعدل حد الاحلال. يعني انا زي ما واضح برضو من التيبل ان هو نفس الاكزامبل، التيبل اللي قدامك عشان اكس اكسب انقلها من A لB، عشان تنقل X من A لB يعني عشان ان انا اكسب من واحد لاثنين عشان ازود X 1 يونت محتاج ان انا اضحي بواي بكام؟ بثلاث وحدات. فده بنقوله عليه المعدل الحد للاحلال، يعني عشان احل X مكان Y، عشان X تحل مكان Y، عشان X تحل مكان Y بوحده محتاج ان انا اضحي بواي بكام وحده. ده اسمه المارجنال ريت اوف سبستيوشن او السلوب اوف انديفرنس كيرف او اللي هو ميل منحنى السواد. ونقدر ميل منحنى السواء ان احنا من خلال الايكويشن اللي قدامك سلوب اوف الديفرنس كيرف مهمه جدا لازم نذاكرها، مارجنال ريت اوف سبستيوشن هو عباره عن التشنج في واي ديفايد التشنج في اكس، التغير في واي على التغير في اكس، او ممكن نقيسه هو عباره عن المارجنال يوتيليتي اكس ديفايدد مارجنال يوتيليتي واي. المارجنال يوتيليتي واخدينها قبل كده اللي هي المنفعه الحديه، المنفعه الحديه الاكس مقسومه على المنفعه الحديه الواي. وخد بالك ان السلوب بتاع الاندفرنس كيرف بيبقى ماينس، وبيكون ماينس ليه؟ النيجاتيف ليه؟ بالسالب ليه؟ لان ده بان انا عشان اكسب اكس ازود اكس لازم ان انا اقلل من مين؟ اقلل من واي. طبعا المارجنال يوتيليتي اوف اكس احنا قلنا قبل كده قلنا المارجنال يوتيليتي المنفعه الحديه هي مقصود بيها المنفعه الحديه اللي انت بتكتسبها نتيجه لاستهلاكك وحده زياده، او المنفعه اللي بتدود عليك نتيجه لاستهلاكك وحده زياده او اخر وحده من سلعه معينه. يعني المارجنال يوتيليتي اوف اكس هي عباره عن from consuming the last unit of x، دي معناها المنفعه اللي انت بتحصل عليها من استهلاكك لاخر وحده من ايها من اكس. يعني كل ما بزود وحده اللي هي الوحده، يا ترى الوحده الاخيره منفعتها قد ايه، الوحده الاخيره منفعتها قد ايه. يعني انا لما اكون النهارده بستهلك 3، احنا قلناها المساله المره اللي فاتت 3، فالمنفعه من 3 وحدات 20. طب لو رحت استهلك 4 بقت المنفعه بتاعت من الاربع وحدات كام؟ 25. يبقى معنى كده ان منفعه الوحده الرابعه مش 25، ده منفعه الوحده الرابعه كام؟ ها بتبقى 5، بتكون 5. الكلام ده احنا خدنا عليه امثله. المارجنال يوتيليتي اوف واي هو عباره عن المارجنال يوتيليتي اوف واي فروم كونسيومينج ذا لاست يونت اوف واي، اللي هي المنفعه اللي بتاخدها من استهلاك اخر المنفعه اللي بتاخدها من استهلاك اخر وحده من واي. عامة خد بالك من الايكويشن بتاع السلوب اوف الديفرنس كيرف المارجنال ريت اوف سبستيتيوشن، يبقى السلوب اوف الديفرنس كيرف ده بنرمز له كلمه مين؟ ها المارجنال ريت اوف سبستيتيوشن هو المعدل الحدي للاحلال، وهو عباره عن التغير اللي تشنج في واي ديفايد تشنج في اكس. تعالى مثلا نشوف المثال اللي قدامي في الجدول.
انت عندك ادي كومبينيشنز اي بي سي دي، وعندي اللي انت بتستهلكه من واي واكس عند كل بوينت من البوينت دي اللي هي موجوده على نفس الاندفرنس كيرف اللي احنا شفناه بالجراف اللي فات. طب انا لو عايز احسب المارجنال ريت اوف سبستيوشن، كلمه مارجنال او كلمه حدي بتكون تشينج ما بين نقطتين، عشان كده ما بتكونش موجود عند النقطه ايه لانها دي فيرست بوينت عندي على الكيرف. طيب عندي بي هو عباره عن تشينج واي مقسوم على تشينج اكس. طيب اللي تشينج على طول، اللي تشينج على طول، اللي تشينج على طول. وخلي بالك احنا قلنا كلمه مارجنال، كلمه مارجنال حدي عشان احسبها بتلاقيها محسوبه على طول باللي تشينج، عشان نبقى برضو فاهمين تشينج على تشينج يديني مارجنال، والمارجنال على طول بيكون لوحده واحده يعني اي وحده زياده. المهم تعالى كده نجيب اللي تشينج في واي لما بروح من A ل B، هي عباره عن الاولد ناقص النيو، يعني 3 ناقص 6. 3 ناقص 6 بكام؟ بماينس 3، والمقسوم على اللي تشينج في اكس اللي هي 2 ناقص 1. 2 ناقص 1 ب 1 يبقى يديني سالب 3 ل 1، يعني بيطلع سالب 3. المهم اللي وراها لما بروح من B ل C، لما بروح من بي ل سي معناها عشان ازود اكس من 2 ل 3، يعني عشان ازود اكس وحده لازم اضحي بالواي من 3 ل 2، يعني لازم اضحي بايه؟ بواحد. المهم هات لي اللي تشينج في واي، يبقى اللي تشينج في واي هو عباره عن ايه؟ 2 ناقص 3، 2 ناقص 3 بماينس 1 الى اللي تشينج في اكس اللي هو 3 ناقص 2 تديني 1، يبقى تطلع بماينس 1. تمام، الماينس دي طبعا عارفين ان هي نيجاتيف عشان عشان اكسب اكس لازم اضحي بواي. طب تعالى بقى من سيل دي، عشان ازود اكس من 3 ل 4 بوحده لازم اضحي بواي من 2 ل 1.5، يعني بضحي بنص وحده. طب يلا هات اللي تشينج في واي، اللي تشينج في واي 1.5 ماينس 2 يديني ماينس 0.5 على تشينج في اكس 4 ناقص 3 بواحد. ابص الاقي ان انا هنا ايه بقى؟ عندي ايه؟ بص الاقي ان انا عرفت ان انا احسب اوكي في المثال ده المارجنال ريت اوف سبستيوشن واجيب السلوب الميل، ولكن برضو هلاحظ اللي انا بقول عليه من شويه ان انا لما بروح من A ل B عشان اكسب اكس وحده بضحي بكام؟ بثلاثه من واي. من B ل C عشان اكسب وحده بضحي بواحد من واي. من 3 ل 4 عشان اكسب وحده بضحي بنص وحده من واي. يبقى عشان ازود واحده لازم اقلل ايه؟ الثانيه. يبقى ده بيفصل لي هي ليه داون وورد والكلام ده كله. في نفس الوقت واضح ان انا بضحي باقل، فاقل في اقل، لان بقت واي بالنسبه لي مع كل ما بضحي بيها بقت مهمه بالنسبه لي، وده بيعكس لي بقى حاجه معينه او قانون معين او حاجه معينه اللي هي حاجه اسمها ديمينشنج مارجنال ريت اوف سبستيوشن، اللي هي تناقص المعدل الحدي للاحلال. تناقص المعدل الحدي للايه؟ للاحلال. هو المقصود بيه ان انا كل ما بعوز ان انا اكسب وحده من اكس لازم ان انا اضحي من واي، ولكن بضحي بوحدات اقل فاقل فايه فاقل. وخلي بالك ده اللي بيفسر في الجراف اللي فات هو ليه بيطلع الانديفرنس كيرف برضو ماله كونفكس، يعني ليه بيطلع مقعر ناحيه الاوريجن يونت الاوريجن بوينت ناحيه النقطه الايه نقطه الاصل. تعالى كده نشوف الكاركترستكس اوف الاندفرنس كيرف او مميزات منحنيات السواء. في حاجات هتلاقي ان احنا قلناها الاندفرنس كيرف از نيجاتيفلي داون وورد فلو از ا ليفل اوف ساتسفاكشن از كونستانت، ولو ذا اندفرنس كيرف هاف مور اوف وان جود ريكواير هافينج ليس اوف ذا اذر جود، عشان اكسب واحد يعني عشان ان انا امتلك سلعه اكتر لازم ان انا امتلك اقل من السلعه الثانيه. نيجاتيف ريليشن شيب نمبر 2 اندفرنس كيرف cannot intersect، يعني الاندفرنس كيرف مش ممكن هما يتقاطعوا. طبعا هما عاملين زي درجات السلم فوق بعض، طيب هما ليه ما يتقاطعوش؟ تعالى كده بص الاي سي 1 الاندفرنس كيرف اللي قدامي في الجراف، اللي هنفترض هما ليه ما بيتقاطعوا، هنفترض ان هما لو اتقاطعوا، طب هما ليه ما يتقاطعوش والكلام ده مش معقول؟ لان عندي اي سي 1 اللي قدامي ده عليه 2 بوينت هي A وB. معنى كده ان A وB هما على الاي سي 1، يبقى معنى كده هما بيدوا ذا سيم ساتسفاكشن، بيدوا لي نفس مستوى الاشباع، يبقى معنى كده ان A وB ذا سيم. طيب يبقى معنى كده ان الكومبينيشن A والكومبينيشن B بيدوا نفس ايه الليفل بتاع الساتسفاكشن. طب تعالى كده بقى على اي سي 2 اندفرنس كيرف الثاني، هلاقي عليه 2 بوينتس هي A وC، يعني معنى كده ان هما طالما ان هما على نفس الاندفرنس كيرف يبقى معنى كده ان A وC ايكوال بالنسبه لي.
هما بالنسبه لي ايكوال، يعني الاثنين متساويين لانه بيدوا ذا سيم ساتسفاكشن. يبقى معنى كده ان اي وسي ذا سيم، بيدوا نفس مستوى الاشباع. طيب لما اي وبي زي بعض واي وسي زي بعض، يبقى معنى كده المفروض بقى ان استنتج ان بي وسي زي بعض، وطبعا ده مش ممكن لان واضح ان سي على الانديفرنس كيرف اعلى من بي، واحنا لسه قايلين من شويه ان البوينت على الانديفرنس كيرف اعلى من الانديفرنس كيرف اللي موجود حاليا، دي بتديني مستوى اشباع اعلى وبتكون افضل. فعشان كده زي ما واضح هنا اي ايكوال بي، يبقى معنى كده ان هما على نفس مستوى الاشباع. طب لو اي ايكوال سي، طيب يبقى سو يبقى لازم بي ماست ايكوال سي، بات اكشولي سي از بيتر ذان بي بيكوز ات لايز اون هاير انديفرنس كيرف، سو انديفرنس كيرفز كان نوت انترسكت، يعني مش ممكن ان هم يتقاطعوا. نمبر 3 الفيتشرز، نمبر 3 او الخاصيه رقم 3 انديفرنس كيرف از اي بويد اور كونفكس، بيكون مقعر ناحيه نقطه الاصل because of the mentioned marginal rate of substitution، عشان تناقص المعدل حد للاحلال. ايه هو المعدل حد للاحلال؟ بيقول لك ان consumer is willing to sacrifice less and less unit from one good for additional unit of the other good، يعني ان اي مستهلك هيضحي بوحدات اقل فاقل من سلعة معينة عشان ياخد وحدة واحدة من السلع الأخرى. والمارجنال ريت اوف سبستيوشن از ديكريزنج، بيبدأ ان هو يقل زي ما شفنا في المثال كان ماينس 3 ماينس 1 بعد كده ماينس 0.5. وذا ويتش ريكوير ا كونفكس ديفرنس كيرف تو شو ذيس كاركترستكس. لو بصيت على المثال اللي فات هلاقي ان فعلا ان لو بصيت كده على المثال ده هلاقي فعلا ان المارجنال ريت اوف سبستيوشن از ديكريزنج الونج ذا كيرف، هلاقي فعلا ان هي بتقل عشان زاد من 1 ل 2. بص ضحيت بقد ايه؟ من 6 ل 3. طب من 2 ل 3 بدات اضحي اقل، من 3 ل 4 بدات اضحي اقل، وده بيعكس بالنسبه لي ديمنشنج ريت. طيب اوف سبستيوشن، يبقى ده عرفنا ايه هو ان ديفرنس كيرف. طب نروح بقى نشوف ازاي الكونسيومر يوتيليتي اند ماكسمايزنج ايكوليبريم، منفعه المستهلك وازاي ان هو التوازن اللي بيحقق له ماكسمايزنج. هنا هنشوف هنجمع مع بعض في شكل بياني واحد كل من البادجت لاين، وفي نفس الوقت هنوضح كمان الاندفرنس كيرف نحطهم مع بعض في جراف واحد. ذا اوبتيمال كونسيومر تشويس، ذا كونسيومر ويل جيت ذا ماكسيمم يوتيليتي فروم هيز انكم ات بوينت اوف تانجنسي بتوين ذا بادجت لاين اند ذا هايست اتينابل اندفرنس. كلمه تانجنسي حط يعني تحتها خط، ذا بوينت اوف تانجنسي، تانجنسي اللي هي نقطه المماس وليست نقطه الانترسكشن وليست نقطه تقاطع. ان هنا هنجمع في جراف واحد كل من البادجت لاين بتاع الكونسيومر، وهنحط بقى الانديفرنس كيرفز المختلفه بتاعه الكونسيومر، لان احنا قلنا ان المستهلك له اكتر من منحنى سواء. يبقى احنا هنحط كل منحنيات السواء وهنحط البادجت لاين في جراف واحد. النقط اللي هي نقط التقاطع ما بين البادجت لاين وما بين الانديفرنس كيرف ما هياش نقط اكوليبريم بالنسبه للكونسيومر، تمام؟ ولكنها ما هيش نقط اكليبريم، لكن نقطة التوازن هي النقطة اللي يحصل فيها تانجنس، يعني يحصل فيها مماس. زي اهو لو بصينا at the point of tangency، هنا اهو كذا منحنى سواء للمستهلك واضح على الفيرتيكال، منحنى الفيرتيكال واي، منحنى الهوريزونتال اكس، وانا عندي اندفرنس كيرف للمستهلك اي سي 1 اي سي 2 اي سي 3 وعندي البادجت لاين. هتبقى نقطه التوازن اللي بتحقق ماكسمايزنج للكونسيومر وتبقى ذا اوبتيمال كونسيومر تشويس هي النقطه اي، لان النقطه اي هي نقطه تانجنسي، نقطه مماس ما بين الاندفرنس كيرف وما بين البادجت لاين. وعند النقطه دي بيكون تعريف مهم جدا 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 او نقطه مهمه جدا، ان السلوب اوف انديفرنس كيرف بيساوي السلوب اوف بادجت لاين، يعني ميل منحنى السواء بيساوي ميل البادجت لاين. لو نفتكر من المحاضره اللي فاتت ان الميل البادجت لاين السلوب بادجت لاين هو عباره عن بي اكس ديفايدد بي واي، وكان باشاره سالبه. يعني معنى كده ان احنا نقدر نقول وفقا للمعطيات اللي عندنا طبعا باكتر من اسلوب،
يعني هنا ان المارجنال ريت اوف سبستيتيوشن اللي هو المعدل حد الاحلال اللي هو اصلا السلوب ديفرنس كيرف بيساوي البرايس اكس ديفايدد برايس واي، وطبعا البرايس اكس ديفايدد برايس واي هو السلوب اوف مين او بادجت لاين. وطبعا احنا قلنا ان المارجنال ريت اوف سبستيتيوشن ممكن انا اجيب التشنج اللي حصل في واي على التشنج اللي حصل في اكس زي ما حسبناه قبل كده، او قلنا برضو ان هو المارجنال يوتيليتي اوف اكس ديفايدد مارجنال يوتيليتي اوف واي. فممكن نوصل من خلال الايكويشنز اللي قدامي ان المارجنال يوتيليتي اوف اكس ديفايدد مارجنال يوتيليتي اوف واي برضو ايكوال بيساوي برايس اكس ديفايدد برايس واي، ويبقى المارجنال يوتيليتي اوف x divided px يساوي marginal utility of y على py. يعني احنا كنا يعني عايزين نوصل كده ان عند نقطة التانجنسي دي بيكون الميل بتاع الاندفرنس كيرف بيساوي الميل بتاع البادجت لاين، اوكي؟ ولازم اكون عارف ان الميل بتاع الاندفرنس كيرف بيتحسب ازاي والميل بتاع البادجت لاين بيتحسب ازاي. يمكن احنا هنا وصلنا لعلاقة معينة اللي هي اخر equations دي تحت. هو هنا عايز يقول ايه؟ From the last equation the utility maximizing rule states that the consumer maximize his utility by equating the marginal utility per dollar spent on x with the marginal utility per dollar spent on y. هو عايز يقول ان المستهلك هيقدر يعظم المنفعة بتاعته ويحقق اقصى اشباع واقصى منفعة بالنسبة له لما بيحصل تساوي ما بين عندما تكون منفعة المنفعة اللي بيصرفها من اخر دولار او المنفعة منفعة انفاق اخر دولار على السلعة للحصول على الوحدة من اكس بتساوي نفس هي بتكون نفس المنفعة اللي بياخدها من سلعة تانية مين من سلعة واي. يعني وانا بطلع مثلا جنيه وانا بطلع جنيه بشتري مثلا لو وانا بطلع جنيه بشتري بيه السلعه مينها اكس فبتعود عليا منفعه معينه. لو رحت بنفس الجنيه اشتريت سلعه واي لقيت ان هي نفس المنفعه يبقى في الحاله دي النقطه دي اللي بوصل فيها هي دي اللي بتحقق فيها عمليه اللي هي عمليه الايكوليبريم او عمليه الاوبتيمال كونسيومر تشويس بالنسبه للمستهلك. تمام. طيب تعال نشوف كده هل ممكن من لانه واضح كده ان احنا هنا وضحنا الديفرنس كيرف ووضحنا البادجت لاين وكنا اتكلمنا قبل كده طبعا في محاضرات سابقه عن الديماند كيرف. جميل جميل. هل ممكن ان احنا نستنتج الكونسيومر ديماند كيرف من مثلا استخدام البادجت لاين والديفرنس كيرف؟ تعالوا بص كده على الجراف اللي جاي. الجراف اللي جاي ده لو جيت ان احنا نبص له هنلاقي ادي واي وادي اكس. ازاي ان انا اقدر استنتج الديماند كيرف؟ اولا الجراف اللي فوق بنفترض ان انا عندي سلعه اكس وسلعه واي وعندي البادجت لاين احنا عارفين اللي هو الستريت لاين ده ده اسمه البادجت لاين زي ما احنا عارفين. وهنفترض ان المستهلك هنا بيتوازن في البدايه. احنا عارفين ان الكونسيومر هيحصل توازن ما بين البادجت لاين وما بين الديفرنس كيرف. هنفترض عند بوينت ايه. طيب عند بوينت ايه كانت الكمية المستهلكة من X مثلا هي Q1 خلاص وفي كمية مستهلكة من Y. طيب احنا بقى عارفين ايه او هنفترض ان كان البرايس كان B1 يعني كان السعر هو مين هو B1. فعشان كده احنا في الجراف اللي قدامنا بنحط كده واحدة واحدة استنتاج معين ان انا دلوقتي عندي ايه. بفترض ان كان هنا توازن الكونسيومر واللي بالاوبتيمال تشويس بالنسبه له وفقا للانكم بتاعه والبرايس بتاع اكس وواي ووفقا للتفضيل للتفضيلات بتاعه الاندفرنس كيرف فبيتوازن عند نقطه ايه. طب هنفترض ان سعر اكس قل وسعر واي زي ما هو. احنا عارفين من المحاضره اللي فاتت لو سعر اكس قل وواي زي ما هو فبيحصل روتيت صح كده للبادجت لاين ويطلع لفوق يتنقل لاعلى من عند واي كده. فمعنى كده ان انا مش هيبقى هروح ان انا يحصل الاوبتيمال تشويس بالنسبه للكونسيومر والبوينت ايكوليبريم بالنسبه للكونسيومر هتتغير هتبقى على منحنى سواء اعلى هتبقى عند نقطه بي. يعني انا هستهلك زياده من كيو 2 يبقى من اكس اللي هي كيو 2. طب ليه انا رحت لكيو 2 ليه رحت لبي؟ لان البرايس بتاع اكس اللي حصل فيه قل. طيب تمام. طب هنفترض كمان مره ان سعر السلعه اكس قل بدل ما هو مثلا بقى بي 2 بقى مثلا بقى بي السعر قل كمان. لما السعر يقل كمان بتاع اكس يبقى هلاقي ان هيتنقل البادجت لاين كمان روتيشن اكتر.
حلو كده. فبص الاقي ان انا رحت عند البوينت اكليبريم هتتغير، هيروح لاندفرنس كيرف اعلى، فهروح عند النقطه سي، فهستهلك كميه اكبر من اكس لان هي سعرها اقل. يبقى معنى كده ده الجزء الاولاني من الرسم اللي فوق بيوضح لي انخفاض في سعر السلعه اكس واثر ازاي على الايكوليبريم بوينت. جميل جميل. ده بقى ممكن اعكسه تحت ان انا استنتج الكونسيومر ديماند كيرف اللي هو منحنى الطلب بالنسبه للمستهلك. المنحنى الطلب المستهلك احنا عارفين هو داون وورد برده ونيجاتيف سلوبنج والكلام ده كله. هلاحظ عند النقط تحت عند نفس الكميه دي، الكميه كيو 1 الكميه كيو 2 الكميه كيو 3، هلاحظ ان كيو 1 اللي هي اللي تحت دي بيعكس لي السعر اللي هو بي 1. لما السعر قل البي 2 ايه اللي حصل في الكميه؟ عارفين ان انخفاض السعر للسلعه اكس يؤدي لزيادة الكميه المستهلكه من السلعه اكس هيروح لكيو 2، وانخفاض المر من بي 2 لبي 3 هيؤدي الى زياده الاستهلاك من السلعه اكس هيروح لغايه فين؟ لغايه كيو 3. لما اوصل اي وبي وسي هيديني منحنى الديماند كيرف او هيديني منحنى منها منحنى الطلب. احنا عايزين نقوله ان التغيرات اللي بتحصل فوق بتاثر في تحت عشان استنتج الكونسيومر ديماند كيرف، فبالتالي بتخليني استنتج منحنى الطلب. يبقى نتيجه لتغير سعر سلعه معينه فبتغير البادجت لاين، فبتغير الايكوليبريم بوينت بتاعت المستهلك، فبالتالي بتتغير النقطه اللي على منحنى الطلب. فلما اتنقل من ايه اللي فوق ده بيوضح لي الايكوليبريم بوينت بتاعت المستهلك نتيجه للتغير اللي حصلت فيه الاكس، وبالتالي بيكون توازنه وتحقيق ماكسمايزنج للساتسفاكشن بتاعته بتكون عند اي وبي وسي، وممكن استنتج منها الديماند كيرف بتاعت. وده واضح اهو. اف لو بصيت في برايس اوف اكس حصل له ديكريز، البادجت لاين حصل له روتيس الاعلى، والكوانتيتي بتاعت الدي اكس هيحصل لها تزيد، وباي كونكتنج ذا بوينتس ذا ريليت برايس اوف اكس تو ذا كوانتيتي بتاعت الاكس وي اوبتين ذا كونسيومر ديماند كيرف. تعالوا نشوف مثال مهم جدا 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 جدا، ممكن نلاقي حاجه شبه دي في الامتحان. طيب تعال نشوف ازاي نقدر نشوف الكوتش بتاعنا. انا هديك جراف زي اللي قدامك كده وبقول لك كونسيومر هاز انكم اوف، بص هنا اكتب بقى معايا كده لو انت عايز تحل وتشوف واحده واحده. ادي الجيفن بتاعتي لو عنده اي ب 2000 دولار. which has spent on good x y بيصرف على x y given the follow graph، واعطيني المعلومات بتاعت الجراف اللي قدامي. واضح ان انا هنا عندي budget line اللي هو من a ل b، وكان عندي equilibrium point عند indifference curve معين على e 1، وبيستهلك عند اي 1 قد ايه من اكس 10، معرفش بيستهلك قد ايه من واي. طيب بعد كده واضح ان حصل هنا ان الاندفرنس كي ان البادجت لاين حصل له روتيت لاعلى، اتنقل لبره كده راح رايت بس حصل له روتيت، تمام، وحصل له روتيت من عند واي وراح ناحيه اكس، فمعنى كده ان اكس زادت اهي، واضح بقت 50 اللي هو بقى اي سي البادجت لاين. واضح ان انا رحت عند كلوبيا بوينت جديده اي 2، ودي واضح ان انا رحت على مستوى اشباع اعلى عند اي 2 لان الديفرنس كيرف اعلى. واضح خلي بالك ان لو سالتك هنا، خلي بالك سؤال في الامتحان، وخد بالك هو اديني بقول اهو في قلب المحاضره، يعني لو ممكن تلاقي ده موجود في قلب التشويس على جراف زي ده. واضح هنا ان طالما ان حصل روتيت بالشكل ده للبادجت لاين، انا واضح ان الواي البرايس بتاعها فضل زي ما هو كونستنت، لكن واضح ان الاكس حصل له ديكريز قل، بدليل ان الكميه المستهلكه من واي او الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس اللي حصل فيها زادت، بدل ما كانت 20 بقت 50. المهم ده تفسير كده سريع للجراف. هنا بيقول لي determine price of x and y when the budget line is AB، determine price of x and y when the budget line is AC، what are the quantities of y at E1 and E2، determine the marginal rate of substitution at E1 and E2، derive the demand curve for x، are x and y substitute or complements. طيب هو هنا شامله بقى الجراف او المثال اللي قدامك. طيب انا عايز ان انا احدد سعر اكس وسعر واي. بص انا هجيب ازاي اقدر ان انا احدد السعر بتاع اكس والسعر بتاع واي؟ هدور في دماغي في الايكويشنز اللي انا عارفها، يعني مثلا في اكتر من ايكويشن. طيب الايكويشن اللي اقدر ان انا اجيب بيه سعر اكس واجيب بيه سعر واي، لو بصيت مثلا هو بيقول لك هات لي سعر اكس وسعر واي على البادجت لاين اي بي. طيب ادي اي بي، ايه اللي موجود عندي اقدر اجيب اكس وواي؟ هفتكر معايا الايكويشن كده معينه كنا بنقوله ان انا لو
النقطة اللي هي AB، لو بصيت عند النقطة A هلاقي جنبيها في 40 40. ايه هي 40؟ فكر كده. 40 على واي. النقطة دي معناها دي الماكسيمم كوانتيتي اوف واي، يعني اكبر كمية اقدر استهلكها منينها؟ من واي. طبعا في الحالة دي 40 يعني معناها ان انا بستهلك من اكس بكام؟ ها بزيرو، معناها ان كل الانكم بتاعك انت بتصرفه على مين؟ على واي. نفتكر كنا ازاي بنجيب الماكسيمم كوانتيتي اوف واي؟ الماكسيمم كوانتيتي اوف واي هي عبارة عن اي على بي واي، صح كده؟ دي الماكسيمم كوانتيتي اوف واي. حلو قوي. يبقى الماكسيمم كوانتيتي اوف واي هي عبارة عن اي على بي واي. طيب انا عندي الماكسيمم كوانتيتي اوف واي ب 40، بتساوي كام؟ اي. اي بكام؟ اي ب 2000. هل عندي بي واي؟ ما عنديش، اقدر احسبها. طب الماكسيمم عند النقطه بي تحت هلاقي في 20، ال 20 دي الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس، يبقى الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس اللي هي 20 بتساوي الانكم اللي هو لو نفتكر اي على بي اكس. الاي بكام؟ ب 2، والبي اكس اقدر ان انا احسبه. طيب نمبر 2 احنا هنشوف الحل دلوقتي، يعني في يعني انا اقدر احسبه، هنشوفه دلوقتي بالارقام وكل حاجه. طب بس الفكره، طب ديتيرمن، حدد لي البي اكس اند بي واي وين ذا بادجت لاين از اي سي. حدد لي سعر اكس وسعر واي لو البادجت لاين هو اي سي. لو هو اي سي، لو انا بقى من غير ما يعني لو انا فاهم هقول والله ان واضح ان طالما حصل روتيشن بالشكل ده للبادجت لاين يبقى سعر واي كونستانت زي ما هو ما اتغيرش لانه طالع من عنده، يبقى معنى كده ان بي واي زي ما هو اللي انا حسبته قبل كده. لكن بي اكس ده انا بقولها لنفسي، طالما رحنا كده والكميه المستهلكه من اكس زادت بدل اللي هي الماكسيمم كوانتيتي من اكس بقت 50 بدل 20، يبقى معنى كده ان حصل ايه في البرايس بتاع اكس لو انا فاهم اصلا من الاصل مذاكر، حصل ديكريز، قل. يبقى انا هستنتج ان حصل انخفاض في اكس في البرايس بتاع اكس، وعشان لما احل ابقى متاكد. وفي الحاله دي هيكون الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس في الحاله دي بكام؟ ب 50، بتساوي الانكم كله اللي هو 2000 مقسوم على البي اكس، واقدر اطلع السعر بتاع اي اكس بي اكس الجديد. تمام. طب عايز الكميه بتاعت واي عند اي 1 وعند اي 2، تعالى الاول نشوفه كده. ايه ده الانسر بتاعتي؟ بقول ان بما ان اي على بي اكس بتساوي 20، حلو كده، يبقى معنى كده 2000 على بي اكس بتساوي 20. تمام كده، يبقى هبص الاقي ان البي اكس 2000 على 20، هبص الاقي ان البي اكس بيطلع ب 100. يبقى اكتب كده بقى معايا لنفسك، عيد المعادله لو انت عايز تكتبها، هلاقي ان البي اكس اهو بيساوي كام؟ 100 باللي انا قلته. طيب الانكم على بي واي بيساوي 40، يبقى هقدر ان انا اطلع بي واي، بحسبها ان 2000 على بي واي بيساوي 40، اقدر اطلع بي واي ان هو 2000 على 40، يبقى البي واي بكام؟ ب 50. طيب نفس المبدا عند نمبر 2، عند نمبر 2 هقدر اطلع، قلت ان البي واي هيفضل كونستانت زي ما هو ب 50، اما البي اكس هيختلف لان بقت الماكسيمم بقت 50 بدل الماكسيمم كوانتيتي بقت 50 بدل 20، وبالتالي هبص الاقي ان البي اكس بقى عباره عن بدل ما هو 100 هلاقي ان البي اكس بقى كام؟ بقى 40، قل او زي ما احنا ما قلنا. طيب انت بقى بعد كده طالب مني ايه؟ وات ار ذا كوانتيتي اوف واي ات اي 1 واي 2؟ عايز الكميه عند اي 1 وعند الكميه عند اي 2 من واي. خد بالك عند اي 1 واضح ان دي الايكوليبريم بوينت، ان انت هنا متوازن عند كام؟ عند 10 من اكس. بتستهلك قد ايه من اكس؟ 10، لكن بتستهلك قد ايه من واي؟ ما اعرفش. هقدر هنا ان انا استخدم الايكويشن بتاعت البادجت لاين. ايه هي بقى الايكويشن بتاعت بادجت لاين؟ كنا بنقول ان اي ان الدخل هو عباره عن بي اكس مضروب في الكميه بتاعت اكس بلس بي واي تايمز واي الكميه بتاعت واي. طب انا عندي الانكم بتاعي بكام؟ الكلام ده عند اي 1 الانكم ب 2000. طيب البي اكس جايبه بكام؟ ما انا حاسبه فوق عند الاي بي، عند البادجت لاين اي بي، حاسبه بكام في الحاله دي؟ البي اكس، البي اكس حاسبه في الحاله دي ب 100 مضروب في اكس، الكميه بتاعت اكس، الكميه بتاعت اكس بكام؟ ب 10 زائد بي واي، السعر بتاع واي، السعر بتاع واي انا حاسبه فوق ب 50، صح كده؟ مضروب في واي، انا ما اعرفش الكميه بتاعت واي.
اقدر طبعا من خلال المعادلات ان انا اضرب واصفي الكلام ده كله، هبص الاقي ان واي هتطلع بكام، واي هتطلع ب 20 يونت. بالمثال لو انت مش فاهمها، عندي اي 2 هبدا ان انا استخدم الايكويشن بتاعت البادجت لاين، اي بتساوي بي اكس تايمز اكس بلس بي واي تايمز واي. الاي بكام؟ الاي زي ما هي ب 2000، بيساوي برايس اكس، برايس اكس اختلف عند اي 2 لان انا رحت على بادجت لاين تاني اي سي، بقت بكام؟ ب 40. يبقى 40 مضروب في كام؟ مضروب في الكميه بتاعت اكس اللي هي بقت 30، زائد السعر بتاعت واي كونستانت زي ما هو ب 50 مضروب في واي، واقدر اطلع واي اللي هي هتساوي 16. خد بالك بقى هنا بقى ايه؟ واضح ان واي قلت، واضح ان واي ايه اللي حصل في واي؟ قلت. واي كانت 20 بقت كام؟ 16. قلت، قلت ليه؟ قلت نتيجه لان انا رحت الاكوليبريم بوينت جديده. وليه رحت الايكوليبريم بوينت جديده؟ نتيجه لان البرايس او السعر بتاع اكس اتغير. طب السعر بتاع اكس اتغير، احنا عرفنا ايه؟ ان سعر اكس كان 100 واحنا اللي مستنتجينه بنفسنا، بقى سعر اكس بقى كام؟ بقى 40. يبقى كان 100 وبقى كام؟ وبقى 40. يبقى معنى كده ان السعر بتاع اكس كان 100 وبقى 40، يعني ايه اللي حصل في سعر اكس؟ سعر اكس قل، صح كده؟ يبقى ايه اللي حصل في السعر بتاع اكس؟ السعر بتاع اكس اللي حصل فيه قل. يبقى لما سعر اكس قل، صح كده، ايه اللي حصل في الناحيه الثانيه؟ هبص الاقي ان الكميه بتاعت واي بدل ما هي 20 بقت كام؟ بقت 16. واي ايه اللي حصل فيها؟ قلت. هنقدر نطلع دلوقتي العلاقه ما بين مين؟ ما بين الاس الواي والاي الاكس والواي دلوقتي. بس الاول تعالى نشوف المطلوب رقم 4، ديتيرمن ذا مارجنال ريت اوف سبستيوشن ات اي 1 اند اي 2. طلع لي المارجنال ريت اوف سبستيوشن، معدل حد الاحلال عند اي 1 وعند اي 2. طب نشوف ازاي نحدد او نجيب المعدل الحد لمين؟ ها، للاحلال. المعدل الحد للاحلال ممكن ان احنا نجيبه من خلال الاتي، ان انا ممكن ان انا بقسم بي اكس على واي اكس، احنا عارفين. طيب عند الاي 1 كان البي اكس 100 وكان واي اكس ب 50، يبقى 152 مارجنال ريت بي اكس 40 يطلع اللي هو البي اكس السعر ب 40، والواي بتاع اكس زي ما هو 50 50 يطلع 0.2. طبعا الاشاره المارجنال ريت بيكون بالماينس عشان الايه؟ النيجاتيف ريليشن شيب، العلاقه مينها؟ العكسيه. طيب نمبر 5 هنا، خد بالك ان بيقول لي نمبر 5 ان انا عايزك تستنتج لي الديماند كيرف فور اكس. واضح ان انا هنا ادي واي وادي اكس، فباخد الجزء من الجراف اللي فات. الجراف اللي فات كان ده عند اي 1، عند اي 1 كنت ب 10، بس لما كنت على ده بيتعكس تحت ان انا برضو الاكس بكام؟ ها، ب 10. بس كل ده لما كان البرايس 1 بكام؟ ها، ب 100. رحت عند 30، 30 تحت برضو الاكس ب 30، بس ده لما البرايس بقى بكام؟ ها، بقى ب 40. فبقدر ان انا استنتج الديماند كيرف. طبعا ايه العلاقه بين اكس وبين واي؟ العلاقه بين اكس وواي هي علاقه سبستيتيوت، هي علاقه، خد بالك، هي علاقه تكامل، يعني السلعتين كل منهما ايه؟ متكاملتين. لان اللي حصل بالنسبه لي ان انا لما السعر بتاع اكس اللي حصل فيه قل، الكميه من اللي انا بستهلكها من السلعه الثانيه اللي حصل فيها ان هي من واي اللي حصل فيها، هتلاقي ان هي لما جينا نحسبها طلعت بكام؟ طلعت ب 16. واضح ان الكميه اللي حصل فيها ان هي قلت، وبالتالي يعتبر كل من السلعتين هم سلع سبستيتيوت. تمام، يعني ده اللي بيفصل لي الكلام ده. يعني ان انا دلوقتي لما برضو البرايس بتاع اكس اللي حصل فيه قل، سعر الاكس قل، لما سعر الاكس قل هلاقي ان الكميه المطلوبه من اكس اللي حصل فيها زادت، بدل ما هي كانت 10 بقت كام؟ 30. يعني عندي بدل ما هي كانت عند 10 بقت 30، او الماكسيموم بدل ما كان 20 بقى 50. فانا هلاحظ ايه؟ نتيجه لانخفاض سعر اكس
الكميه اللي انا بستهلكها من اكس بدات تزيد، لكن ده انعكس الناحيه الثانيه، ان انا بدات ازود من اكس في ظل ان واي اللي حصل فيها قلت، يبقى ده دليل ان السلعتين دول يعتبروا ايه؟ بديلتين لبعض، بدليل ان انا بدات استهلك اكس وبدات ان انا اقلل من استهلاكي من واي. تمام؟ وكده بيخلص الشابتر ده، وعندي موجود عندي كمان ترو فولس، وعلى ده هسيبه بالنسبه لكم هوم ورك، نحلوه مع بعض بعد كده ان شاء الله. وبكده بيخلص الشابتر ده، وعايزكم تركزوا كويس في الامثله اللي احنا حليناها، ونتقابل بعد شويه في بارت 2.